الأيام تتوالى وتتشابه في رأس العين. البلدة الحدودية التي سقطت في أيدي الجيش الحر تحولت إلى هدف للقوات السورية، وهو ما دفع العشرات للعبور إلى الجانب التركي رغم المخاطر، لكنها حتما ليست بحجم مخاطر البقاء في أرض ملغومة. المعارك الضارية امتدت إلى كل شبر في رأس العين التي عزلت شرقا وغربا وجنوبا. مشاهد النزوح الجماعي جاءت أيضا من حرست في ريف دمشق بعد أسابيع من عمليات الكر والفر والقصف برا وجوا. تقطعت السبل بأهالي المدينة، فلم يعد لهم من خيار سوى اللجوء إلى مناطق آمنة. غير بعيد عن حرستة اتخذ الجيش السوري من مطار المزة العسكري قاعدة لقصف دارية. المعارك في حلب لم تكن أقل عنفة. في محيط الفوج 46 للجيش السوري استمرت الاشتباكات أكثر من 55 يوما قبل أن يعلن الجيش الحر سيطرته على الفوج، سيطرة تتزامن وخلافات عميقة في صفوف المعارضة المسلحة.